ونصبح على كل مستمعي برنامج عالم الأسرة. أعزائي، المواضيع كثيرة، والمواضيع الاجتماعية فيها المؤلم وفيها المحزن وفيها المفرح. فحقيقة هناك فئة من الأزواج بينهم عيال وبينهم عشرة، ولكن للأسف الشديد يعيشون في هذا البيت الجامد بالمشاعر، الجامد بالأحاسيس، ولا كأن بينهم عشرة طويلة، ولا كأن بينهم عيال. فكل واحد ينظر للثاني بعين خالية من العطف، خالية من الود، خالية من الحب، خالية من الحنان. للأسف أنتم أزواج، بينكم عشرة، بينكم مشوار، بينكم عيال في البيت. المفروض أعزائي أن الإنسان لما تكون بين عشرة يكون هناك احترام وتقدير وحب وتفاهم حتى تسير المركب إلى الأمام. دكتور لو سمحت توقيع ساعتك بس. حاضر، شكرا. صباح الخير. صباح الخير. تسلم. شكرا. صباح الخير. صباح الخير دكتور. وصلوا العينات؟ تفضل، عينة وصلت. صار أي تغيير؟ للأسف ما في أي تغيير. معقولة؟ إيه. تفضلي. أنا أعتقد العينة هذه لازم نعيدها. أمر حاضر. خوش. تبي شيء؟ تسلم. يلا السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. انت مودي الصحون؟ ما انت مودي الصحون؟ اه ايه بلا راح اودي. انا قايلش من قبل الصوره هذه لازم نشيلها. لا ليش، بالعكس عادي، انا بس تذكرت ان اليوم مرت سنه. طوبى لها الرحمه، صلى الله يرحمها. يا ام كان ثاني احسن من هالدنيا. Thank you.
هي صدق ما قلت لك الفيلا اللي يمنا سكنوها ناس. صدق؟ إيه مبين عليهم خوش ناس محترمين. قاعد أفكر أعزمهم على العشاء. يعني من باب التعارف تعرفون علينا ونتعرف عليهم. كيفك اللي تشوفه؟ اي يوسف ها جايين ان شاء الله؟ اي زين حياكم الله. اي ترى انا بلغت المدام. اي حبيب حبيب حياك الله عزيز وغالي. هاي الساعة المباركة حياك. هلا هلا مع السلامة مع السلامة. هلا دكتور العينات اللي قبل شوي شفناها يا ليت خلينا نحضرها الحين نشتغل عليها. ها سيام سيام. نعم تفضلي. هاي الأغراض اللي وصيتيني عليها. إيه الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شنو سيام؟ خلاص كافي كافي حزن سنة كاملة. أدري أدري بتقولي لي بنتنا وغالي علينا، بس بصراحة أنا بخاطري يعني مرة بس مرة أشوفك كاشخة. إن شاء الله. حاضر. هلا يبا عشان ما تأخرنا عليهم. لا إن شاء الله ما تأخرنا، بعدين نعطيهم وقت شوية يجهزون نفسهم. على قولتك. إن شاء الله. هلا مساك الله خير. اهلا 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 اهلا. مساء الخير. شلونك؟ بخير الله يسلمك. انوار رايلي يوسف. اهلا وسهلا. وانا سهام زوجي مشعل. حياك الله. حياك الله. تفضل حياكم الله. عسى ما تاخرنا عليكم. لا 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 خذ راحتكم. تفضل. اعطيني الملح بليز. تفضل. وانا احط لي هذا شوي. ان شاء الله. حاضر. اكبر شكلها شوز. ايوه قول لي مشعل شلون الشغل معك؟ تمام يعني قضي وقت بين هالعينات والتحاليل لين ملينا الشغل. بعد ما مليت الشغل وصار بطيء شو تسوي؟ طبعا اكيد اذا الشغل ما تمل منه شو اللي تمل منه عيل؟ على قولتك. ما شاء الله بيتكم وايد هادي. ما عندكم عيال؟
مبلا عندنا بنت بس توفت من سنة. أنا آسفة، الله يرحمها، ما كنت أدري. الحمد لله على كل حال. الله يرحمها إن شاء الله. ما عندكم غيرها؟ لا، بس هالبنت أمانة ورجعت لصاحبها. وأنتم ما عندكم؟ عندنا بنت اسمها مي، عمرها 10 سنوات. أنا من ورا تزوجنا من وقت، وأنا يعني الحين درس بالجامعة. ما شاء الله، الله يخليها لكم إن شاء الله. أشكرك. من عمر بنتي إذا كانت عايشة. الله يرحمها ويرزقكم إن شاء الله. إن شاء الله. كثر الله خيركم، مشكورين، ما قصرتوا. حبيبتي سامحيني على القصور. ولو ما منك قصور. وين يا يعني خلاص دشي داخل يعني عن البرد. ما عليه حبيبتي، مشكورة، ما قصرتي. أصلا اليوم وايد تعبناكم حبيبتي. لاش دعوة، لا تقولين كذي. بس توعدين المرة الثانية عندنا. أي لازم أكيد إن شاء الله. يلا تصبحين على خير. من أهل الخير. مع السلامة. أنت رايحة الدوام اليوم؟ لا، بقعد تعبانة شوي. تاخذين طبية؟ ما أدري، طبية، عرضي، أشوف. خوش عيل، أنا رايح. مشعل؟ ما شفتها؟ شفت منو؟ بنتهم. من بنته؟ بنت الإيران اللي ساكنين يمنا، اللي يدد. اي شفتها. ايش فيها؟ شفتها؟ شنو؟ ما حسيت بشيء غريب؟ لا.
اقول لك مي، حطيت لك ماريه كل شيء بالجنطه؟ ايه. والماي والعصير؟ ايه. انزين يا بعد قلبي، يلا. صباح الخير. صباح النور. شلون الشخبار؟ الحمد لله. الو، ها، ان شاء الله ان شاء الله. اوكي، طافت مرت اخوي امس. سوت بدعت، تخيلوا لابسه كعب وهي ما تعرف تلبس كعب، بس احسها وايد فشلت عمرها، ما له داعي اللي سوته. احسك مو معاي. ايش فيك؟ لا معاك معاك، كملي. أنا آسفة، توني أذكر إن أمس مرت سنة، بس حبيبتي ما يخالف، أدري إن الحين جرحك ما برا، بس تصبري وادعي لها بالرحمة، وارتاحت من الدنيا وهمها. يلا ما يخالف. بس منى، أنا مو قادرة أنساها، مو قادرة. كل يوم أحلم فيها، كل دقيقة تطري على بالي، أشوف اليهال كلهم هي. شيء مو طبيعي، أنا تعبانة منى، أنا تعبت. هذا شيء طبيعي يا عمري، أنتي أم والأم عمرها ما تنسى ظناها. أنتي اللي عليك تسوينا إنك تدعي لها بكل صلاة إن الله يرحمها. ويلا عاد خلنا سالفة مرت أخويا بش سوت. يلا لا تضايقين. يلا بعد عمري انتي. هذه يارتنا. مرحبا. هلا اهلين، شلونك؟ شلونك؟ بخير الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شلون الدوام؟ الحمد لله بخير. هذه بنيتك؟ اي هذه ميونه اللي كلمتك عنها. سلمي على خالتك يمات. انتي ليش مو رايحه المدرسه؟ امي طلعتني من المدرسه. ليش؟ طلعتني دوام بكر، فقلت خلنا اروح اخذها عن الزحمه. حبيبتي. انزين سهام، عن اذنك. يلا مع السلامه. يلا يما. اقول انوار، خير ان شاء الله. سهام فيك شيء؟ رفيق جرايلي مسوي ايفنت عقب كم يوم، يوم الخميس، وعازمنا كلنا عليه. ايش رايك تجين معنا؟ والله ما ادري يا سهام، بس اخاف فشله يعني، ودعوات تكون محدوده. لا 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 عادي عادي، عندنا دعوات وكل شيء، ويبي البنوته الحلوه معك. اذا ان شاء الله اكلم يوسف اعطيك خبر عن اذنك. الحين ما لبستي؟ عادي عادي، انا ما اطول، بسرعه البس. الله، هل هذه الكاميرا شريتها لك قبل كم سنه؟ تذكرتها؟ اي قلت اتعلم عليها شوي. زين اشوف، تشكي لنا صوره خلينا نشوف. لحظه. شوف. أقول لبسة لن تأخر. هذين اللوحات اللي قلت لك عنهم. إيه هذيلا. تشوفيهم؟ إيه. حلوين ها؟ والله حلو. تشوف دكتور؟ حلوين. شغلة مرتب. وبعدها الصوب بعد. هذه الثانية شفتها؟ إيه شايفها من قبل. أنا كنت أقول عنها. إيه حتى ذكرت. حتى داخل بعد فيه. إيه هذه حلوة. وايد حلوة هذه. لا 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 العظيم عندي. هلا دكتور مشعل. هلا. نورتنا.
شو الساعة المباركة؟ ساعتك الله يطول لي عمرك، والله منورني. الله يخليك. منورني. مشكور حبيبي. مبروك أحمد. الله يطول لي عمرك. خوش جالري. الله يسلمك، من ذوقك من ذوقك. أحمد أعرفك، دكتور يوسف. أهلا وسهلا دكتور، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا نورتنا. أهلا فيك أهلا. وحرم الدكتور أنوار. مساء الخير مبروك. الله يبارك فيك، يطول لي عمرك، والله نورتونا، نورتونا يا جماعة، لازم بهالمناسبة صورة عاد، لازم يعني. تستاهل تستاهل. يعرف سؤالك طبعا ولا منو يا جماعه ولا شنو العظيم والله يا جماعه مفاجاه جدا جدا جميله تسلم والله تسلم تعال احمد ابيك شوي زين سهام الله يخليك انا ودي اروح التواليت بس ممكن اخلي عندك ميونه شويه اي اي اخذي راحتك شكرا يا ماما راح اتاخر زين حبيبتي انت حبيبتي تعالي اوكي خلص صورتش اوكي انا ما صورتك ها يلا سمايل بعد ضحكي صورتيني وايد حبيبتي لانك وايد حلوه عشان كذي قاعده اصورك يلا اخر وحده اوقفي كذي عدلي ملابسك الله تعالي شوفيهم تعالي تعالي شوفي حلوين صح من وين لك هذه الكاميرا هذه من ابوك مشعل قصدي من عمك مشعل حبيتيها إيه تصويرها قوي تبيني أعلمك التصوير؟ إيه إنزين عيال باكر لما تخلصين من المدرسة وتحلين كل واجباتك تهيني أعلمك عليها أوكي إنزين شوفي الله لا يكون أذيتك بشي بس لا بالعكس بسم الله عليها الله يحفظها يلا مستأذنك إحنا ما شاء الله مع السلامة ها سيام ها مستانسة؟ اي والله وايد زين ايش رايك ناخذ لفة بالمعرض؟ اي يلا عجبينك الصور؟ إيه حبيت التصوير شكلها بتصير هوايتي الجديدة شوف عجبوك؟ سيام بطلي من سوالفك هاي أي سوالف؟ شوفي اللي في بالك شيليه لا تفتحين علينا بيبان مسكرة أي بيبان؟ أنا مو شايفة بيبان أنا شايفة ثنتين نسخة بعض بالضبط ثنتين يتشابهون بنتنا وبنتهم أنت ليش ما تبي تعترف؟ ليش ما تبي تعترف أن البنت تشابه بنتنا؟ نفس الطول، نفس الشكل، نفس العمر ومو صدفة، ترى مقصودة لا 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 هي ما هي مقصودة ولا هي صدفة بس الضار أنت حنيتي على أيام الإخبال أنت الضار مو قاعد تاخذين أدويتك عدل نفس العمر، نفس اللون، نفس الطول، نفس الأخبار بعد. أنا مو بحاجة الدواء علشان أعرف إن اللي قاعد أشوفه هذا صدق ولا خيال. كل شيء واضح. أنا مو مجنونة. إيش في داخل؟ شي داخل فضحتينا لا مينونة مينونة ونص انت سالفتك كل يوم للسالفة جديدة عسى ما شفتي لي بالشارع قلتي هذه بنتي عسى ما صادفتي ياها بالشارع قلتي هذه سارة خلاص يبا خلاص ترى ذبحتيني يننتيني انا ادري اني يننتك انا ادري وانا بعد يتني فترة تعبت ومليت وتعبت وينيت ما يخالف بس لا لا تقولي ان انا قاعدة اتخيل ولا يتراوالي لا لا يا مشعل غير هذه البنت حتى تشابهك انت مو ملاحظ هذا الشيء هذا إذا ما كانت سارة فعلاً شلون يعني سارة؟ شلون يعني سارة؟ فهميني
انت واعي على نفسك؟ واعي الكلام اللي قاعد تقولينه؟ سمعي، انت كرر هذا الموضوع ترى بهدك البيت بطلع. ساره وبنتي وانا متاكده، وكلكم قصيتوا علي وقلتوا لي انها ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. يبا البنت ماتت، ساره ماتت. انزين عطني الدليل، عطني الدليل انها ماتت، عطني الدليل اشوفه راح اصدق. عطني الدليل. قلتوا لي انها غرقت بالبحر، ما شفت. قلتوا لي ان حطوها بثلاجة المستشفى، ما شفت. قلتوا لي ان دفنتوها، وين؟ ما شفت. انا ما شفت شيء بعيني. ورني ورني عشان اصدق. لا مينونة، مينونة رسمي وتبين تنينيني معاك. الو، هلا 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 احمد. هلا. ايه لا لا عفو عليك، لا ايش دعوه، ايش دعوه، حق واجب. بس تعال بسألك سؤال، البنيه اللي كانت مع جيرانك مو كنا؟ الو الو، ليش سكرت ابويها؟ ما سكيت ابويها، الخط انقطع. ها أفرجت عنك ست الحسن والدلال؟ ليش شكلك كذي؟ تعبان؟ ما ذقت النوم، خبري بالنوم من زمان. ليش؟ المدام ما تخليك تنام؟ تعبت، تعبت، ماني عارف شو اسوي وياها. مو هذا اللي اخترتها؟ مو هذا اللي بعت الدنيا علشانها؟ خليت اللي يحبونك ويعزونك واخترتها إهي؟ تحمل. ترى أنا جاي أشتكي، مو جاي تعايريني. أنت لا جاي تشتكي ولا ناطرني عايرك، أنت جاي لشيء ثاني. شنو؟ تقول لي نروح نلعب سكوتر. لا والله، وين اللي قال يبي يتعلم على التصوير؟ صدق؟ اي، ما تبين تتعلمين على الكاميرا؟ بلا. يلا تعالي معي، اعطيني. تحبين التصوير؟ اي. تبين تتعلمين التصوير؟ اي. تعالي يلا دشي دشي. أمك بالبيت؟ لا بس الخدامة. زين، عجبتك؟ إيه عجبتني. حبيبتي، اعتبرها هدية من أمك. أمي؟ أنت هذيك المرة قلت لي عمك مش على أبوك، الحين كنا أنا أمك؟ ما يخالف حبيبتي، ما يخالف، سامحيني، كلها تخربط بينك وبينها. بين منو؟ تعالي تعالي قعدي. شوفي هذه منو؟ هذه منو؟ بنتك؟
ما تشابهك؟ نفس الملامح، نفس العين، نفس الخشم، نفس كل شيء. نفس الريحة، ريحة بنيتي سارة. مي، انتي متأكدة ان الناس اللي انتي ساكنة عندهم هذيل امك وابوك؟ خالتي، انا بروح بيتي. لحظة حبيبتي، تعالي لحظة، لا تخافين مني، بس جاوبيني. شوفي شوفي البيت، شوفي، ها تتذكرين شيء؟ تعالي. سارة يما، هذه غرفتك، ما تتذكرينها؟ بلى، ما تتذكرينها؟ دشي 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 حبيبتي، دشي دشي. شوفي أغراضك، شوفي شوفي ألعابك، تعالي شوفي ألعابك، ما تتذكرين؟ شوفي كله تقعدين هني وتلعبين هني، إيش فيك؟ زين لحظة، هاللعبة هذه اللي كنتي تلعبين فيها لما كنتي ترجعين من المدرسة؟ لحظة 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 حبيبتي، لحظة تعال لحظة، خلا أوريك هاللعبة. ها تذكرتيها صح؟ لحظة، مالك وعلي، شو السالفة؟ ايش في سكرتي واقف عند بيت مشعل؟ انا سمعت جوه صوت صريخ جامد. متهيألي دي بنتك. ما صدقك انت بنتي. تعالي، وين رايح انت؟ ايش فيك انت قاعد تقول بنتك؟ تعوذ من الشيطان، روح شوفيها داخل ولا لا. زين زين، انت مصدق قاعد تتكلم ولا شنو؟ سارة سارة، تعالي 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 حبيبتي بنتي. ما ابي ابي اروح. لحظة، ايش فيك؟ ليش خايفة؟ ما ابي. زين تعالي تعالي معاي شوية، بس أنا راح أفهمك حبيبتي. خليني أروح. زين سمعيني، أنا ما راح أخليهم يأخذونك مني، أنتي بنتي، أنتي بنتي، سامعتني؟ من زمان خليتهم يأخذونك، الحين ما راح أخليهم يأخذونك مرة ثانية. زين تسمعي؟ أبي أروح. ما حصلته، ما حصلته. يوسف الحق علي، يوسف ما حصلت بنتي، ما ادري وين، ما ادري. صبر صبر شوي، صبر، هدي. تصرفت ولا شيء؟ مو قاعد اسمع صوت احد داخل. انت متاكد ان البنيه داخل؟ ايوه سمعتها، كل الناس سمعوها. يلا يلا، وخر وخر، لا لا، افتح الباب. بنتي 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 يما، بنتي سارة، ما بنتي، هدي يا اخي، هدي يا اخي. سهام، هدي الغيه يا سهام. يوسف صدقني، ترى انا ما ادري عن شيء. يوسف اسمعني اسمعني، الله يخليك. يوسف شو اللي سويتي هذا؟ مشعل، هذه بنتنا، بنتي. اي بنتك انت يا خرابيط، جنيتي انت. صدقني يا مشعل صدقني، انا احس انا احس انا ام، انا ام. هذه بنتنا زين، هذه بنتي وبنتك. انت شنو ما تحس؟ ما في قدره احساس؟ ما تقول هذه بنتي ظناي، قلبك هذا ما يحس؟ انت ايش فيك؟ جنيتي؟ لا بلا، جنيتي. اسمعني يا مشعل، شوف هذيل الناس هم اللي خاطفين بنتنا، ولو تعمدوا ويون يسكنون قدامنا، هذه مؤامره مو صدفه. اي مؤامره انت؟ اي مؤامره انت ايش فيك؟ انت باقي حلالهم؟ بيج بينهم ثار؟ الناس هذيل ما لهم شغل بحد، مشكلتهم الوحيده انهم مسكنه ويمنا. لا والله قاتهم بوحده مجنونه مثلك، تبتنني معاها. انا ماني مجنونه. زين ما انت مجنونه، انا المجنون اللي قاعد ومجابلك. لا صحيتي وعقلك رد براسك، ذيك الساعه كلميني. واخر يا اوه. اي طبعا رايح لها، حنيت للحب القديم. اي روح لها، روح لها ام عيالك. طبعا انا ما عندي عيال. اي يلا، انا ما عندي الا الكآبه والغثه. الغثه والكآبه انت اللي بتيها حق نفسك. سمعيني، اذا استمريتي كذي ترى راح اردها. هذا انا قاعد احذرك. أو إيش فيكم تتناقزون؟ الشاي معاجبكم؟
انا مسويت لكم الشاي المزعفر، ايش فيكم؟ والله تسلم ايدك يا خالتي، ما قصرتي. الله يعافيك يا يمه حبيبتي، عليكم بالعافيه. بس سهام ما ادري ايش فيها. يا يمه يا سهام يا حبيبتي، انا قلت لك يا يمه خليه يزعل له يومين ويرد. دائما الريايل كذي يا يمه، تلقينهم يقومون من النوم ما لهم خلق نفسهم، يزعلون لهم شويه ويطخون وخلصنا. والله صادقه يا خالتي، قلت لها حتى اني قلت لها ان تنام عندكم ما ترد البيت. هذه الساعه المباركه يا يمه اللي سهام تنام عندي، من توفت ساره الله يرحمها وقمد روحها لينا، وسهام ما لها خلق احد، لا تشوف احد ولا احد يشوفها، ساجنه روحها بالبيت. والله يا يمه انا خليني اقوم اروح اشوف العشاء يا حبيبتي، وهذه رفيشتك عندك، كلميها وحاكيها. ان شاء الله خالتي لا تحاتيني ان شاء الله. قاعد اقول لك نطري. ايش فيك؟ ابي اعرف، ناديتني. شوفي بوريك الصور. شنو؟ اي صور؟ منو؟ هذه مو ساره؟ اي ساره. الله يرحمها، ايش فيه؟ منى، ساره ما ماتت. شلون ما ماتت؟ شوفي شوفي عدل، شوفي شوفي الصوره، شوفي التاريخ. هذا تاريخ توه جديد. اي من اسبوع يا منى، ساره ما ماتت، ما ماتت، حيه. فقر تشيليز لديه توب فيوجن، وفقر توب فيوجن لديه مجموعة من النكهات التي لا تفوت، منها الباربيكيو ستيك الجديد مع شيميشوري وكيسو فانديدو الدجاج اللذيذ لفترة محدودة فقط في تشيليز. هنا كل لحظة مليئة بالحياة. اش دعوة؟ مزعلينك بشي؟ بيعنا بالسوق؟ لا قاعد ترد على الواتساب، لا قاعد ترد على سناباتي، ولا بالدارك بالانستغرام. ايش فيك يا اخوي؟ ماكو شيء، سلامتك. بس ما ادري انك جاي. وانت لو ترد على تليفونات ما فاجأتك ويتك. انت ايش فيك قاعد تهرب مني؟ زعلان مني بشيء؟ لا لا زعلان ولا شيء، ولا انا قاعد اتهرب، تهيأ لك بس. اي تهيأ لي انت من عقب الافتتاح ذاك اليوم وانت اختفيت عني، ما ترد علي ومتغير، صاير؟ لا لا انا بس شويه مشغول هالايام، وانت بعد ما شاء الله عليك فاضي. انا فاضي؟ انا من عقب الافتتاح فاضي؟ يلا ما في مشكله. اتوقع السالفه لا فاضي ولا مشغول. السالفه سالفه البنيه اللي كانت معاكم. بنية؟ أي بنية؟ البنية اللي جت مع ضيوفك. أحمد علف الدوران، حكينا الغاز اللي ما له داعي، ادخل بالموضوع على طول. أنا بعرف شغلة واحدة، البنية هذه بنتك. سهام هذه نسخة بنتك الله يرحمها. لو هي أحد يقول لي هذه بنتك راح أصدقك على طول. معقولة شبه اللي بينهم؟ لا 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 أكيد أنتوا قاعد تغشمرون. معقولة هذه بنت جيرانكم؟ زين شلون؟ يقولون يخلط من الشبه 40، بس مو كذي. أنا مو قادرة أصدق عيوني. اللي يشكك بالموضوع لما قرقت بنتك بالبحر شالوا جثتها ودوها المستشفى، ما خلاك مشعل تروحين تشوفينها بالثلاجة، واندفنت من غير ما تودعينها. يعني معقولة سارة ما ماتت ومشعل يكذب عليك؟ انزين ليش؟ وشنو مستفيد إذا سوى كذي؟ إيه كفو. أيوة هذاك فوق فوق فوق. أيوة يا جا اسوي فيها الولد الحلو هذا، اذبحه اطمر فوقه. حبيبي ليش داخل شوي؟ حياتي انت. ها شلونك الحين؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله احسن. الحمد لله. ما يخالف لا تلومها، ترى اللي قاعده تمر فيه مو شويه. ناديه انا اكثر واحد يعرف عن حالتها، بس خلاص تعبت عيست منها.
من باتت البنت وهي مدخلتني بنكد وهم. البار هذه حوبتك، حوبتك عشاني هديتك وتزوجت عليك وخليتك تربي لي اهل بروحك. انا ادري هذه سواتي مالها غفاريه. انا ما انكر انك يوم هديتني اني زعلت وتضايقت لانك كسرت قلبي، وكنت ادعي عليك لكن من ورا قلبي، مهما يكون انت بولدي. ما تدري انا ايش كثر استانس لما اشوفك مع ولدك، واحيانا كنت اقول اللي صار لها هذا حبتي انا وولدي، لكن هم هي بعد ما تلا ما حد يحس فيها الا اللي فقد ظناه. الله يكون بعونها ان شاء الله يا رب، الله يشافيها وتتعافى يا رب ان شاء الله. سيام، انت متأكدة من شهادة الوفاة؟ انت متأكدة انها هي اصلية مو مزورة؟ ايه متأكدة، الشهادة اصلية والختم اللي عليها اصلي مو مزور. عيل شلون يا ربي؟ شلون بنت جيرانكم نسخت بنتكم؟ الموضوع فيه سر ولازم اكشفه. السلام عليكم. عليكم سلام. شلونك؟ الحمد لله. مدام أنوار موجودة؟ لا مو موجودة. وبابا مو موجود؟ ما في عيد بالبيت. زين أنا جبت لها سويت. زين؟ أوكي بس أنا بقيت صبارة. إيه روحي أنا داخل السويت داخل.
اهلا اهلا وسهلا. اهلا. حيا الله سهام. الله يحييك دكتور. تفضلي. ها شوف ايش كلش قاطعتينا. اي مو دكتور، انا شفت نفسي صرت احسن من الادويه اللي كنت اخذها. وين احسن؟ وهيج مو عاجبني في شيء دكتور؟ انا صار لي فتره طويله مو نايمه، وامس طول الليل ما نمت. دكتور ساعدني، الحق علي ساعدني. حاضر اساعدك، بس قولي لي شنو فيك. خير يا دكتور، حصل ايه؟ مو وقته يا سيد، مو وقته. شو السالفة يا دكتور؟ احنا اسفين يا دكتور مشعل ابنك بسرعة، بس الموضوع ما يتحمل التأجيل. خير صاير. تعالوا 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 اوريكم. لحظة انت واقفة شوي هني. مع ان يا مشعل زوجتك تخلط بيتنا من غير اذن، لكن مو مشكلة، براعي ظروفها النفسية انا. الصور كانوا هني، الملفات والأوراق كلهم كانوا هني. ترى أنا شفتهم بعيني دكتور، لا تصدقهم، ترى كلهم كذابين، لا تصدقهم يا دكتور. دكتور انت اللي خذيتي بنتي مني. قاعد تقول انت الحراميه. سهام سهام انت اللي بنتي 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 سهام. سمعيني سمعيني يا سهام، سمعيني يا سهام، سمعيني. بس يا سهام بس خلاص. يعني شلون دكتور؟ شو الحل معاها؟ اسلمها للطب النفسي؟ لا 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 لا، انطر عليها، اذا ما فاد معها هذا العلاج احنا بنشوف لها علاج ثاني. الظاهر اني اسمعها دكتور، مو راضيه تصحى من الصدمه اللي هي فيها. الموضوع ياخذ وقت، انطر عليها لما تهدى وبعدين نبتدي معاها جلسات علاجيه خاصه. لا تسرع، خلينا ننطر. سهام سهام يمه حبيبتي. أمتي هذه جناطها، أنا أقول قعدتها هني أحسن من عندي. لا تشوفها يا يمه، لا تشوفها. أقولش تهجمت على الجيران، الله يستر باشر، شو بتسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يفك عقها إن شاء الله. لو بغيتوا شيء كلموني، أنا رايح. حافظك الله يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. سامحونا يا جماعة، ما علي المدام شوي تعبانة. مسموح يا أخوي مسموح، شدة وتزول إن شاء الله. إن شاء الله. سيد قول الصدق، أنا ما راح أتكلم، قول. أقولي بس يا ست سهام، أقولي. قول إن البنت اللي عندي رانا اليدد هذه بنتي، بنتي سارة، ولا نسيت سارة يا سيد؟
حد برضه ينسى ساره الله يرحمها ويحسن اليها استسهال. زين عيل ابيك تشهد معي انها بنتي. مو معقوله عائلتين جايبين نفس البنت ونفس الشبه ونفس الطول ونفس العمر. مستحيل، مو معقوله. هي برضه فيها شبه كبير قوي من ساره الله يرحمها، بس الله يجازي اللي كان السبب. منو؟ سيد تعال قاعد احاكيك. ايه ما تشوفي هذه مو ساره بنتي؟ لا اله الا الله. شفتي؟ يعني انا صاحيه ولا مجنونه؟ بسم الله عليك علينون يا يمه. هو مو انت تقولين ان هذه بنتي رانكم؟ يمه ما ادري، ما ادري شنو قاعد يصير، ما ادري. والله يا يمه لو ما انا متاكده ان ابوك واخوانك دافنينها ومصلين عليها كان قلت ايه ساره. ما ادري، ما ادري شنو قاعدين يسوون يمه، ما ادري ما ادري. شوفي شفت شفت شفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. اهدي يا يمه اهدي. احمد ليش مو قاعد ترد علي؟ الله يهداك، متى دقيتي؟ ما انتبهت صراحه. صار لي ساعه واقفه برا عند الجاليري قاعد ادق عليك اشوفك تشوف التليفون وما ترد علي. مشعل قال لك لا ترد عليها صح؟ قال لك اني مجنونه؟ لا لا محشومه شال حكي هذا. لا لا مستحيل يطلع منها الحكي. ايش فيك الله يهداك؟ تعال ودي اللوحه هناك. إيه دخل اللوحه المخزن. يلا وانت بعد انت الثاني روحي باللوحه. اللوحه الثانيه دخل المخزن بعد. إيه بسرعه يلا يلا شال. احمد سؤال وبمشي. البنية اللي ذاك اليوم، اسمعني أحمد، البنية اللي ذاك اليوم كانت معنا بالإيفنت تتذكرها الصغيرة؟ إيه إيه اللي إيه كانت إيه مع جيراننا. بنتي ولا مو بنتي؟ يب هذه يب هذه. وأنت ده مو هاللوحة دخل الثاني. خلاص خلاص دخل المكتب. خلاص عرفت الجواب. يسلم راسك مشكور. ليش سكرت ابويها؟ ما سكيت ابويها، الخط انقطع. الناس هذين ما لهم شغل بحد، مشكلتهم الوحيده انهم مسكنه ويمنا. لا والله جاتهم بوحده مجنونه مثل استبتن اللي معاها. انا ماني مجنونه. بغرفتها مو موجودة. حسرتي بنيتي وين راحت؟ يوسف يوسف الحق علي يوسف. بطل الباب بطله. سمتي وين سيارة؟ نايمة فوق بغرفتها. وين وين وين؟ هو مشعل قاعد أقول لك نايمة بغرفتها. من تبي أنها نايمة بغرفتها؟ لا حد يقرب، لا حد يدش. سامعين ترى بقت نفسي أنا وياها. صوت هاي من برا. سهام سهام فوق السطح فوق السطح. سهام سهام شو تسوين؟ سهام لا تتهورين، تعوذي من ابليس صلي على النبي. انت بالذات ما ابي اشوف رقعه وجهك يا الخاين يا الكذاب. هانت عليك بنتك ما تقول وناي ما تحس وبكل قوات عين جايين تسكنون يمنا انتوا بعد. يوسف كلمها الله يخليك كلمها. يمه سهام تعوذي من الشيطان، كل اللي قاعد تسوينه معاك حق.
بس انت ما عارفه ليش احنا سوينا كذي. شعرف شعرف انتوا اللي كلكم استغليتوني واستغفلتوني، كلكم ضدي كلكم. سهام يبا البنت مو بنتك، مو بنتك، وحتى سارة مو بنتك. خلاص يا سهام، خلاص سهام. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. الحمد لله على سلامتك. سهام ترى سارة، سارة مو بنتك. أمي حبيبتي أنت، حياتي أمي. من الكلام اللي قاعد يقوله لك مش عارف صح. أبي أذكرك بموضوع، تذكرين لما كنتي حامل؟ لما كنتي حامل وطيحتي، الدكتور قال ما في أمل تحملين مرة ثانية، عشان كذي إحنا تبنينا سارة. إيه تبنيناها أنا وأنتي، ربيناها وكبرناها، بس لما غرقت أنتي ما تحملتي الصدمة، ما خلتيني أشيل صورها في كل مكان، صورة وفي كل مكان برواز، عشان أتذكرها كل يوم وكل دقيقة وكل حزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما تشوفون شر إن شاء الله. شر ما يك. سهام، هذا الدكتور يوسف. أنا استعنت بالدكتور يوسف وزوجته الدكتورة أنوار، وهم دكاترة علم نفسي يدرسون عندنا بالجامعة. استعنت فيهم عشان يشوفون طريقة حق علاجك، اسمها العلاج بالمواجهة. سهام كلامك على صحيح، أنا وأنوار الله ما رزقنا بعيال، ورحنا تبنينا مي أخت سارة توا، وابتكرنا علاج جديد اسم العلاج بالمواجهة. قلنا نواجه جمي يمكن تصحي من الوهم اللي تعيشته، لكن أنت ما ساعدتينا وما أعطتينا فرصة. عموما الحمد لله على كل حال، ما تشوفين شر إن شاء الله. طول هالمدة أنت يوسف وأنوار سيد أحمد رفيجك دكتور، حتى الدكتور لكم. لا سهام، سهام احنا معاك مو ضدك. سهام حبيبتي، أنا كل هذا سويته عشانك. أنا هديت بيتي وزوجتي وولدي عشانك. الله يخليك، أبيك تردين مثل قبل. أبي سهام الأولية، سهام اللي حبيتها. الله يخليك تكفين عشاني. يا بعد روحي يا سهام، أنا أم مثلك يا يما، وحاسة بحرقة قلبك. ما الله قاسم لك إنك تجيبين ظنى يا أمي. خلاص ارضي بقسمتك وارضي بمصيبتك، ومش عليها يما ما قصر معاك. تعالي تعالي سارة بنتي، سارة بنتي. مثل بنتي